في محورنا الثاني لليوم بدنا نفتح موضوع ملف مشروع محطة تنقية الصرف الصحي في شمال البلقاء، أسباب مجهولة وراء توقف هذا المشروع. بدنا نحكي بعض التفاصيل حول المشروع. شو هو المشروع بداية؟ المشروع ببساطة هو استبدال محطة تنقية البقعة بمحطة تنقية جديدة لمناطق شمال شرق البلقاء بسعة كبيرة لحتى تكون واسعة بسبب الشكاوي والاهتراء للمحطة في البقعة. أيضا هناك تفاصيل حول محطة التنقية. التمويل بداية تم التمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو كقرض ميسر و15 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي، وحسب الشروط اللي ضمنتها الاتفاقية للمشروع واللي أقرت من قبل مجلس الوزراء يعتبر تأخر طرح العطاءات خرق قانوني لشروط الاتفاقية. ولما يكون في خرق قانوني ونحن ماخدين قرض، هذا يعني بأنه رح نتكبد على خزينة الدولة الخسائر اللي رح تكون بسبب هذا التأخر. المشروع عالق حتى الآن رغم المخاطبات المستمرة بين الجهات المعنية. بدنا نناقش هذا الموضوع وبدنا نعرف تاريخ المحطة وتاريخ أيضا المخاطبات بين الجهات المعنية مع يوسف أبو رمان، وهو مراسل رؤية رح يكون موجود يعني من البلقاء لحتى يشرح لنا أكثر عن المخاطبات وعلى الوثائق اللي مطلع عليها زميلنا يوسف، وأيضا عبر الهاتف إبراهيم العواملي وهو رئيس مجلس محافظة البلقاء. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. لا يحيا ولا يموت، هكذا يمكن وصف مشروع محطة تنقية الصرف الصحي في مناطق شمال شرق البلقاء. المشروع الذي استوفى كل الموافقات التمويلية ووصل إلى مرحلة طرح العطاءات يواجه التعثر لأسباب مجهولة تثير استياء آلاف المواطنين في السلط. عملية عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي والذي تمت الموافقة عليه تسبب مشاكل كبيرة لدى المواطنين، ومشاكل بيئية، مشاكل صحية، مشاكل سياحية، وقلق أيضا لدى المواطنين. فالذي نتمناه هو الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يخدم شريحة كبيرة جدا، حوالي نصف مليون مواطن. تعثر المشروع لا يعدو كونه تفصيلا من مأساة الصرف الصحي التي غدت تضاعف التكاليف على جيوب المواطنين كتكرار النضح وزيادة الحفر الامتصاصية. احنا بنعاني من الحفر الامتصاصية دائما فائضة، بيجينا التنكات من عمان 100 دينار شهري، واحنا اسر يعني معظم الاسر الموجودة بالقرى فقيرة، دخلها الشهري لا يتجاوز 400 دينار، فاللي بده يدفع شهري 100 دينار هذا شيء يعني بشكل عبء على الاسر الفقيرة. وبالتالي إذا نوجد المشروع للصرف الصحي كأن احنا بنضيف للأسرة 100 دينار بدل ما تدفع 100 دينار، واللي بيجيب الشيء أو بيوفر الشيء كأنه جايبه. تتعدى أثار توقف المشروع لتنذر بأزمة بيئية وشيكة على المدى القريب، فالتمدد السكاني آخذ بالتزايد. أعاني معاناة شديدة جدا من مشكلة الصرف الصحي من ناحيتين، من ناحية مادية ومن ناحية انه الارض عندنا طبيعتها ما بتستوعب جوار الامتصاصيه، قاعدين قطعه الارض موجود بها جورتين امتصاصيات مشان الصرف الصحي. منطقتنا منطقه شمال السلط منطالب انه يكون عندنا صرف صحي، احنا من حقنا يكون لنا خدمات ويكون عندنا صرف صحي. يلخص اهالي المنطقه هنا مطالبهم بانها حق مكتسب في الوقت الذي اصبحت فيه القرى المجاوره مدنا صغيره على حد وصفهم. يوسف أبو رمان، رؤيا. نعم، إذن في هذا التقرير فهمنا معاناة أهل المنطقة فيما يخص موضوع الصرف الصحي، لكن بدنا نعرف أكثر عن المراحل وعن الخطوات اللي بدأ فيها واشتغل فيها المشروع وليش توقف وشو رأي أهل المنطقة، وبدنا نعرف هذه التفاصيل مع مراسلنا يوسف أبو رمان. يوسف، بداية يعطيك ألف عافية. التقرير كان عم بحكي لنا عن المشاكل اليوم قاعدين عم بيعانوا منها أهل المنطقة بسبب تعطل هذا المشروع، لو تحكي لنا أكثر عن تاريخ هذا المشروع حتى هذه اللحظة.
نعم رانيا، نتابع هذا الملف منذ أشهر حقيقة، ونتتبع أزمة هذا المشروع وتعثراته المتتالية والتي بدأت ربما من العام 2017. المشروع الذي أخذ أكثر من مستوى وأكثر من موافقة من جميع الوزارات المعنية، وزارة البيئة ووزارة المياه والري بما هي الوزارة المعنية عن الصرف الصحي، وأيضا الموافقات التكميلية من خلال البلديات وباقي ومجلس المحافظة، والذي بدوره اطلع على كافة هذه الوثائق وأيضا اتخذ صفة التمويل الكاملة من جميع المؤسسات الدولية التي دعمت هذا المشروع. يواجه هذا المشروع التعثر سنويا جراء أسباب مجهولة حتى اللحظة، ولم يتضح للتو أي مبررات لهذا التأخر. أيضا في المشروع هناك حديث سابقة لوزارة المياه وحديث سابق لرؤية في ضمن متابعاتنا لهذا الملف بأنه خلال 6 أشهر سيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع، لكن هناك رأي آخر للمواطنين، والذي يعني ربما اليوم نلخص الهم العام في مناطق شمال شرق البلقاء، وأنا متواجد أو موجود في إحدى هذه المناطق، منطقة دعم الغزالات المجاورة لمنطقة أم جوزي، وهي مناطق ذات كثافة سكانية عالية. ينضم معي حاليا أحد أعضاء بلدية السلط وأيضا رئيس اللجنة المحلية في منطقة أم جوزي، وهم الأشخاص الأكثر تلامسا وتقاربا مع هموم المواطنين. مساء الخير أستاذ نضال أبو رمان، مساء الخير. يسعد مساك مساء النور. يعني إحنا كنا تلمسنا مشكلة هذا المشروع منذ بداياته، واليوم نعرف كمية الضغط الموجودة خدماتيا على أهالي والعاملون بالعمل العام في البلديات والمجلس المحلي. لو تحدثنا أكثر عن هذا الهم وهذه المشكلة بالتفاصيل التي كنا تحدثنا فيها سابقا. سيدي، بداية نحن منرحب بقناة رؤيا، يعني تحديدا في المتابعة قناة رؤيا، كل الشكر لها باستمرار وحكي الهم المواطن الأردني. مرحب بكم احنا حقيقه بشمال مدينه السلط في منطقه ام جوزي تحديدا. لو اتضعنا بالمشكله ندخل للمشكله. سيدي الفاضل، الحقيقه يعني ان عدم وجود هذا المشروع، باختصار ان عدم وجود هذا المشروع اليوم اصبح يعني انهك جيب المواطن لتكرار السحب الشهري للجور الامتصاصيه. ايضا هناك اصبح ازدياد للحفر الامتصاصيه، وهذا يشكل خطر على البيئه حقيقة. يعني أنت بتعرف يعني التعدد السكاني بازدياد، اليوم التعدد السكاني في ازدياد. اليوم منطقة أم جوزي ليست منطقة أم جوزي في الأمس، وعلان وأرممين وكل هذه المناطق ليست بالأمس، أنا أحكي عن نسبة زيادة السكان. حقيقة يعني إحنا كل ما نتمنى أنه هذا المشروع بأنه مرض ولن يموت. أنا سوف أسرد واقع قصيرة محزنة. قبل عدة شهور سقط أحد الأطفال في أحد الجوار الامتصاصية فتوفاه الله. فيعني هذه الحالات تكررت بكم رحمه الله. كنا تحدثنا قبل الهواء عن مجموعة من الحلول التي قدمتها البلدية لمساعدة الأهالي ماديا، هذا الحل ربما يكون مؤقتا ومسكنا بحسب ما فهمنا، وهو تأجير أو استعمال صهاريج النضح المخصصة للبلدية. إلى أي مدى تعتقد أن هذا من الممكن أن يشكل حلا على المدى القريب والبعيد، باستثناء وبغض النظر عن أهمية تنفيذ هذا المشروع والضغط من خلال مجلسكم لتنفيذ هذا المشروع؟ سيدي، هو حل يعني مبدئي حقيقة. يعني أنا كمراقب في منطقة أم جوزي، رغم أنه بلدية السلط مشكورة قدمت هذا المشروع في مبلغ رمزي 25 دينار، إلا أنه المواطنين بيسحبوا مرتين في الشهر، فأصبح هناك 50 دينار، فهذا مبلغ كبير للأمانة. فبنفس الوقت حقيقة يعني هذا بلدية السلط مشكورة بالمهندس محمد الحياري قدمت هذا المشروع، مما كمان سبب أيضا عبء كبير على موازنة بلدية السلط الكبرى. إحنا يا سيدي في نهاية الحديث يعني نعلم بأن هذا المشروع هو بكلفة 58 مليون دينار أردني، مقدم من منحة وقرض من الشركة للماء الفرنسية والاتحاد الأوروبي. بالتالي إحنا نتمنى لهذا المشروع، نعلم بأنه مرض ونتمنى أن لا يموت، والمواطن والمواطن في المجتمع المحلي يعلم بأن هذا المشروع كان جاهزا لتقديمه إلى عطاء، بالتالي راح يعني
لذا ما زالت الأسباب مجهولة. نعم إليك رانيا لمتابعتها ما تبقى من هذا الملف مع ضيفك في الاستوديو. نعم يوسف أبو رمان شكرا جزيلا لك، ابقى معنا يعني لحتى نكمل حوارنا، وبدي أستقبل ضيفي إبراهيم العوام لرئيس مجلس محافظة البلقاء، يعطيك ألف عافية. أهلا ستي، الله يسعد مساكي. الله يخليك أستاذنا. إذا بداية يعني الحديث عن مشروع مكتمل إلى حد كبير لكن معطل، ما هي الأسباب وراء ذلك؟ وتحديدا يعني بأنه أثناء التقرير وحتى البلديات والجميع يقول بأنه الأسباب مجهولة، هل من الممكن أن يكون هناك أسباب مجهولة تعطل مشروع كهذا؟ يا ستي العزيزة، بداية أنا بدي أشكر قناة رؤيا على متابعتها الحديث معنا على هذا المشروع. ستي العزيزة، هذا المشروع هو بداية جاء بفكرة من عام 2017 لغايات الاستغناء وإلغاء محطة البقعة. نعم. لما لها من أضرار بيئية ومشاكل كثيرة يلمسها الجميع. هاي المحطة 30,000 متر بدخل عليها يومي، قدرتها الاستيعابية 15,000 متر، فأصبحت لا يمكن إنها تستمر. نعم. المشروع الجديد اللي هو جاء بتمويل وقرض ومنحة من الاتحاد الأوروبي ومن الفرنسيين ب 75 مليون، القدرة الاستيعابية 36,000 متر مكعب باليوم، ممكن إنه يرفع إلى 54,000 متر. هذا المشروع بيخدم 60 تجمع سكاني. نعم سيد إبراهيم، يعني هذه المعلومات يمكن عرضناها قبل قليل، نحن لو بنقدر نعرف الأسباب لتوقف هذا المشروع. إحنا كان المشروع حتى بداية هذا العام لشهر 3 كان المشروع يسير بالاتجاه الصحيح. كان في بتاريخ 18/5/23 كان في تحول جذري لدى الحكومة في هذا المشروع. تفاجأنا بأنه لجنة البنى التحتية والخدمات والبنى التحتية بعثت كتاب لوزارة المياه تعذر استملاك بعض قطع الأراضي. طبعا هسه احنا بدنا نحكي على استملاك القطع الرئيسية اللي بده يتم فيها المشروع، تم استملاكها وجاهزة. قطع الأراضي اللي ممكن يمر فيها الخط الناقل حوالي 7-8 قطع تم استملاكهم، نعم صحيح، ولكن تعطلنا في استملاك بعض القطع. نعم. طيب لما كان المشروع عم يتم بناؤه والتخطيط له، ما كان هذا في الحسبان؟ يعني ما كان خطه واضح؟ ما كان معروف بأنه رح يكون في أو قد يكون هناك بعض الأشخاص اللي قد يرفضوا مثلا أنه يوافقوا يعطوا هذه الأرض أو يمرق منها المشروع؟ لا ستي، يعني في دراسات عمرها 5 سنوات وشركات الدراسات اشتغلت هذا الموضوع من 5 سنوات وما كان في مشاكل. تفاجأت الحكومة بأنه في شخص متنفذ يمتلك بعض قطع الأراضي في هذه المنطقة ما بده الخط الناقل يمر من قطع الأراضي اللي يملكها. ما أنا بستغرب أنه القانون يسمح بالحيازة الفورية للصالح العام، وهذا مشروع يخدم ما يزيد عن 400,000 مواطن. نعم، يعني أستاذ إبراهيم بشكل عام لو هذا الموضوع حدث مع مواطن غير متنفذ أو مواطن ما عندوش نفوذ، كان الدولة استملكت وكملت المشروع بكل أريحية. بكل أريحية، لكن من وجهة نظركم وأنتم متأكدين طبعا من هذه المعلومات بشكل قطعي بأن الحكومة وقفت مشروع كامل بسبب شخص؟ ستي، جميع الكتب والمخاطبات من بداية هذا المشروع من 2019 من موافقات مجلس الوزراء حتى آخر كتاب صدر بشهر 7، كل الكتب موجودة ومتوفرة عندي. أنا طلعت على قناتكو قبل 4-5 أشهر مع عطوفة أمين عام وزارة المياه، وكان الخطاب الحكومي أو الوزارة بتحكي أنه رح يتم طرح العطاء بعد أشهر، وإحنا اليوم بعد 4-5 أشهر لم يتم طرح العطاء، وحتى الآن لا زالت الحكومة بتوجه كتب لوزارة المياه بإيقاف المشروع وإعادة دراسة توسعة محطة البقعة. طيب الإخلال بهذه الاتفاقية أو بالوقت يعني اللازم لتسليم المشروع أو الانتهاء منه، هذا عليه أضرار لأنه نحن ماخذين قرض. طبعاً. صحيح. لو تحكي لنا عن هذا الجانب. طبعاً، في كتاب موجه من معالي وزيرة التخطيط لمعالي وزير المياه
انه في حال عدم تنفيذ والسير باجراءات هذا المشروع سيترتب على الحكومه الاردنيه خسائر والتزامات ماليه على الخزينه. طبعا هاي الالتزامات الماليه على الخزينه رح يتاثر فيها المواطن بشكل مباشر. السؤال ايضا يعني هناك كما ذكرت حضرتك انه هناك سيناريو بانه ان نعود ونعمل على محطه البقعه. هذا السيناريو شو يعني برضه برجع بكرر ان احنا ماخذين قرض، احنا ماخذين منحه وفي اتفاقيه. طيب ستي، يوجد في لجنة تم تشكيلها ب 10/4/23 مكونة من أمين عام وزارة الإدارة المحلية، وزارة البيئة، وزارة الاستثمار، وزارة السياحة بهذا الخصوص. وكانت اللجنة هاي قرارها بأكد أنه محطة البقعة لا يمكن توسيعها، لا يمكن إعادة توسيعها. هذا واحد، وأنه هذا المشروع مشروع مناسب جدا والموقع مناسب وتم دراسة الأثر البيئي و إلى آخره. ما في سبب، ما في مبرر مقنع لدى الحكومة تقدر تطلع على سواء الرد رسميا أو على المواقع أنه تحكي أنه السبب المباشر 1-2-3، لأنه نعم يعني سيد إبراهيم أكيد أنتم في كانت مخاطبات بينكم وبين الحكومة وتواصلتم معها، شو بالعادة كان بيكون ردهم؟ يعني لما أنتوا وقفتوا المشروع، هذا المشروع اللي إحنا أساساً يعني كنا ماشيين قدماً فيه، وهذا المشروع رح يحل مشكلة كبيرة، لما وقفتوا اليوم شو هي مبررات الحكومة؟ بكل وضوح وبكل صراحة تم التواصل مع معالي وزير المياه من قبل مجلس المحافظة، مني أنا شخصياً أنا حكيت معه بأكثر من مجال. كانت كلها وعود للأسف ما تم تنفيذ ولا وعد منها. تخدير احنا رح نمشي بهذا المشروع، رح نحاول، نتفاجأ احنا بانه كتب معالي الوزير تخالف الكلام اللي بنحكى. لا 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 للحكومة، يعني الكتاب لجنة البنية التحتية بحكي بناء على الحديث الذي دار. دراسات عمرها 5 سنوات شركات. نعم سيد إبراهيم، يعني لربما الوقت قاعد عم بيدهمنا، بس أنا بدي أسألك سؤال. هل من الممكن اليوم في هذه الحالة تحديدا أن نقول بأن هناك شخص متنفذ كان أقوى من الحكومة وغير قرارها واتجاهها في هذا المشروع؟ ستي هذا الجواب لازم يكون عند الحكومة، ولازم يكون عند لجنة الخدمات البنى التحتية وعند وزير المياه، يقدر يجاوب على انه ليش تم ايقاف هذا المشروع، ليش احنا قاعدين بنماطل بهذا المشروع وما في نوايا، ما في نوايا. كل مره برجع كتاب جديد توسعة محطه البقعه. محطه البقعه كانت قدامنا من 50 سنه، عمرها 50 سنه محطه البقعه، غير صالحه نهائيا. طبعا نحن كمان سيد إبراهيم يعني العوامله بدورنا بنحاول نتواصل ايضا مع الجهات المعنيه لحتى نحاول انه ناخذ جواب، لانه بالاخر مشروع كلف هذه المبالغ وبيخدم هذا الكم الهائل من المواطنين، لازم على الاقل عند تعطيله او ايقافه يكون في جواب واضح للناس حول الاسباب والمبررات. بدي اشكرك كل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف سيد إبراهيم العوامله رئيس مجلس محافظه البلقاء، وايضا مراسلنا اللي اعد لنا التقرير وكان موجود معنا عبر البث المباشر يوسف أبو رمان.